إذا مشاهدي ومتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر اللي غادي نخصوه لبلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني. جاء فيه: تمكنت عناصر الأمن الوطني بمنطقة بني مكاذا بولاية أم طنجة مساء أمس السبت 4 نوفمبر الجاري من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة وهو في حالة تلبس بحيازة 878 قرص طبي مخدر، وقد تم توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية عندما كان يعتزم السفر نحو مدينة مكناس وهو متلبس بنقل وحيازة شحنة من المؤثرات العقلية المحجوزة تتكون من مخدر الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة من نوع ريفوترين ونورديز، فضلا عن سترة وشارة نظامية يجرى التحقيق من مصدرها والغاية من حيازتها. هذا وقد تم إيداع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد كافة المتورطين المحتملين في جلب وتهريب هذا النوع من المخدرات. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص تمكن عناصر الأمن الوطني بمنطقة بني مكاذا بولاية أم طنجة مساء أمس السبت من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة وهو في حالة تلبس بحيازة 878 قرص طبي مخدر. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.